اكسبيريونس واحده من حياتي، باش نحكي على فريغمنت شويه من كل حكايه. ما قبل ما نحكي لكم من وصلت اليوم لازم نرجع 24 عام تالي. 24 عام تالي كيف جيت للدنيا، عديت 15 عام ما نعمل في حتى سبيسيال، نقرا روح كيما الناس الصغار الكل شاركنا في نوادي، علاش ما نعرفوش، تمشي للنادي وكها. انا عندي 15 عام وقت نقرا في ليسي بيلوت بريمير اني قرمان. كنت انتير خاطر نسكن البعيدة، في الليل حطونا فيش مشينا نقرا فيه، فما حكاية واللي واز ديبارتمنت عاملة كونكور باش تعطي بورس تعرف تقرا في الليسي في ستيتس. حطونا لافيش اليوم، الغدا كان الديدلاين، فما دوسيي يتحضر، فما برشا خدمة تخدم زايدة. ما نكذبش عليكم كنت تبع فيها الحكاية، عملتها اختار ثلاثة من الناس من تونس الكل، بعد عام عاودتها بنفس الحكاية، صف كل مرة هذي درنا سمعوا بها. الحقيقة شفت لافيش مرة أخرى ما عطيتهاش أهمية، اللي عامل تالي من تونس الكل اختاروا ثلاثة عباد كهو، شنيا النجم اللي عندي سبيسيال باش خلوني يختاروني، شكون الثلاثة اللي باش يختاروهم عامتها. كان بقيت وحدي ما كنتش باش ناخذ ريسك. بابا شاد صحيح، خويا كبير شاد صحيح، امي شادت صحيح، فما ناس من العائلة اللي هما كيفاش تبعث بنتك لاج دي سيزون لامريكا وحدها بناية وصغيرة، لكن دارنا شاد صحيح. كانت أول مرة خبيت الريسك في حياتي. مانيش باش نحكيكم على العام كيفاش تعدى، طبعا عديتنا التسلول والثاني والثالث والرابع. كنت نشوف ناس كي نمشوا باش نعدوا لي تيست اللي هما مسافرين ويحكيهم بلي خير مني، ناس شافوا الدنيا، ناس حاوصوا، كنت نخاف، كنت نقارن بيني وبينهم، ما عملت حتى شيء، ما شفت حتى شيء. يبقى في الاخر قبلوني وهما ما قبلوش. وقتها مادام هما شافوا فيا حكايه شفتهاش في روحي ولا ما عرفتش كيفاش نظهرها، معناها لازمني عاود نكتشف روحي من اول جديد. مشيت وعديت العام، اول ستة اشهر كنت حتى نخاف باش نحكي، كنت حشامه، كنت ساكته، ما لاحظتش الحكايه بيني وبين روحي. اما الستة اشهر الثانيين كنت فامي عديت معاها ثلاثة ايام، اول ما مشيت عديت معاها ثلاثة ايام، بعد سيموا شفتني المراه ما ركيتش تبدلت، كنت حشامه، كنت ما نحكيش خاطر كنت خايفه، كنت خايفة نحكي نغلط يضحكوا علي، كنت خايفة ما عارفش ما نفهمهمش، كنت خايفة من برشا حاجات. لكن كي شفت روحي كيفاش السيمون ثانيين كيفاش تبدلت، ما فقتش بروحي، كيفاش وليت نحكي، كيفاش وليت ما نخافش، كيفاش كي وليت ما عادش نخاف، وقتها وليت نعمل في برشا حاجات باهية. روحت لتونس ما وفتش غادي الحكاية، بعثت لليونيفرسيتي البر، تقبلت، خديت بورس، وليت كل ما نزيد نقدم خطوه ما عادش نقارن روحي بالناس، ما عادش نقارن روحي هو اش عمل وهي حوصت ونخمم في روحي، وليت في كومبيتونس نتاع روحي، وليت ما نحبش نبقى، ما عادش نحب كيما عديت 15 عام من حياتي اللي ما نعمل في حد شيء ما ناخذ في حد ريسك، وليت ما عادش نحب نعيش هكاك، وليت لا قرايه سبا ناجحه نقرا، وقيت باش نعاود نحسب حساباتي، وقيت باش نشوف حاجة جديدة، وقايد باش نجرب حكاية جديدة. وقتها الناس الكل عندها فيسبوك. الحقيقة اون 2011 ما عارفش شكون اللي بعد دوموند لشكون، ليت أنا مع سي عبد الكريم بن عبد الله اللي هو كان أول الناس اللي حابوا يعملوا بيت في تونس. يمكن حكينا مرة ولا اثنين، ما نفكرش باش حكينا بالضبط. بعد مدة هبط حكاية على البيت، خفت، ما حكيتش معاه بل في حكاية كبيرة. بعثت ميساج، متفكر وقتها كان I've read something how can I help، ما خفتش باش تكون ريبونس، خاطر كان ينجم كيما يتلفني كيما كان ينجم بالعكس فصار يحكي معايا. وقتها ما كنتش في تونس، قلت له بون بعد جمعتين راني هابطة تونس، قابلنا حكينا، بدت الحكايه من حاجه صغيره، من I took risk باش نبعث ميساج لعبد ما نعرفوش، خاطر شفت opportunity، شفت حاجة. كان بقيت خايفة راهو ما كبرش، راني كيما عملوا كيما كان غيري زادة، بقيت خايف راهي ما وصلتش بيه لليوم تعملت، راهو ما فماش الكونفيرونس هذايا، راهي ما صارتش، راكم ماكمش حاضرين وماكمش تسمعوا في حد شيء من الناس اللي حكيت اليوم. حاجة تعلمتها
مش كل شيء عملت في حياتي ناجح، فشلت في حاجات، حاجات مازلت نتعارك معاها، حاجات الحمد لله. ما يلزمكم اللي تتعلموها، اللي تحطوا حاجة في مخكم تحبوا توصلوا لها، يلزمكم باش نحكي بالغلي you gotta do what you have to do. ما تبقوش تخموا برشا، ما تبقوش خايفين برشا، ما يصيرش. كان خسرت، كان فشلت في حكاية، هذيك جوست الدنيا بدلتك شوية الديريكسيون تاعك باش تمشي حكاية أخرى ما خير. يلزم تنحيك الخوف، ما لازمش تبقى تقارن روحك بالعباد، ما لازمش تبقى تسمع في كلام العباد. فما الناس ملي تتولد وهي عارفة روحها شتحب تعمل، ما كنتش من الناس هذوما، وما زلت ما نعرفش روحي شنو نحب نعمل 10 سنين أخرين. اللي نعرف اللي نحب نبدل، اللي نعرف اللي راني نحب I wanna make change، اللي نعرف ما نحبش نكون كيما الناس الكل، قريت، خدمت، راح للدار، نعمل عيلة، وكهاو. عمري ما تصورت مثلا في نهار من النهارات اللي راني باش نقرا باش يبدا عندي وقت نعمل حكايات أخرين. اللي راني باش راني نخمم في حكايات اللي كيف تجيك حكاية ما تخممش إني باش نربح منها فلوس. لا. خاطر ساعات تربح حاجات في حياتك، تربح دي كونتاكت، تربح حاجات تعلمتهم ما كنتش تعرفهم قبل. فوالا، دونك الميساج اللي نحب نوصله لكم ما تخافوش. خاطرني كي خفت وقت اللي عمري 16 عام كان ما جوش دارنا هما اللي لازوني، هما اللي خلوني ناخذ ريسك. راني يمكن لتو مازلت سيف تشويسز، حتى شيء جديد ما نعمل في حتى شيء. كان يمكن الكل عنا ام وعنا بابا وعنا عبد سبيسيال في حياتكم اللي باش يلزكم. خاطر يسوفي تاخذ ريسك مره بركه باش المره الثانيه ما عادش تخاف، والمره الثالثه ما عادش تخاف، والمره الرابعه ما عادش تخاف وتقدم وتعمل حاجات. مش باش نبقى نحكي لكم نعملت وعملت 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 وعملت. خاطر لازمكم تعرفوه اليوم مش خيرك كتها وش عمل، انت شنو تعمل. قدام الواحد فيكم اليوم جاي مع اصحابه. قدام الواحد فيكم اليوم جاي ما حد ما يعرفوش. حد. بيه. اثنين. ميسالش. احكي مع الناس اللي ما تعرفهمش. كي تشوف عبد من مش كل اليوم في اي بلاصة. عبد اللي تنجم تتعلم منه حاجة. عبد اللي تنجم عندك ما تسأله برا اسأل. ما تخافش انه الانسان هذاك يمكن يتلفت. يمكن ما نعرفش ما يجاوبكش. ميسالش. ما جاوبكش انسان، جاوبكش واحد فيهم، راهو الثاني باش يجاوب، ما عندكش انسان الاول، راهو الثاني باش يعاونك، ويمكن بعد انت بعد عام ولا بعد شهر ولا بعد جمعه، راك انت جيت عبد اخر باش تعاونو. لازمك ديما الحاجه اللي انت باش تعملها لغيرك، خم اللي غيرك راه فما غيرك اللي نجم يعملها لك انت زاده. دونك خلي ثقتك في روحك، ما تبقاش تعيش حياه اللي هي حياه عاديه، اللي هي ما تعمل فيها حتى شيء، واللي تبقى جوست تخمم زعما وكين تيح. زعما وكين عملها ويتشمتوا فيها العباد. زعما الفكره ذيك حكيتها صاحبتي ما عجبتهاش، رد بالك ما عندك ما ربحه منها، ما عندك ما توصل منها. اسمع الصوت اللي يجيك من داخل، اسمع الحاجه اللي تحب تعملها. وحتى كان انتم ريم مثلا سالتكم شنو وين تحبوا توصلوا، شنو تعملوا، برشا فيكم مازالوا ما يعرفوش شنو يحبوا يعملوا، وين يحبوا يوصلوا. اتس اوكي، مش مشكله، مازلنا صغار، مازلنا الناس الكل. علاش ما نتعلموش من الناس اللي برا اللي هما حتى كي يوصلوا لعمر كبير وبعائلاتهم وبصغارهم ما يخافوش باش يبدلوا الخدمه. علاش برا يخدم خدمه ما تعجبوش تعدى الخدمه الثانيه، يقرا حاجه ما عجبتوش يبدل. علاش ديما نمشوا في الحاجه اللي هي سيف، الحاجه اللي على خاطر ما نحبوش ناخذوا الريسك، على خاطر نخافوا لا نتيحوا. المشكله مش كي تطيح، المشكله كي تطيح ما تتعلمش من الغلطه نتاعك، هذيك المشكله. فوالا.